تسارع ايقاع الاحداث في اليمن منذ الاشتباكات التي اندلعت يوم الاثنين الماضي واستهدفت منزل صادق الاحمر الزعيم القبلي القوي لاتحاد قبائل حاشد. فالعشرات سقطوا خلال اشتباكات اندلعت الليلة الماضية في صنعاء، وقالت وزارة الدفاع ان عددا من اليمنيين قتلوا في انفجار وقع في مخزن للاسلحة، لكن المعارضة فندت الرواية واكدت ان القتلى سقطوا في قصف عنيف استهدف منطقة سكنية في العاصمة ونفذته قوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح. وتؤشر التطورات الميدانية الى ان البلاد تقترب من مشارف مرحلة خطيرة قد تشعل شرارة حرب اهلية. فالمدعي العام امر باعتقال من وصفهم بالقادة المتمردين من اتحاد قبائل حاشد، مما قد يثير مشاعر مناصريهم ويفتح الباب امام احتمالات لا تحمد عقباها، فضلا عن الاوضاع المتفاقمة اصلا. فالمئات فروا من صنعاء طلبا للنجاة بارواحهم بعدما اوقعت اعمال العنف على مدى 4 ايام اكثر من 40 قتيلا، وتهدد باتساع رقعتها لتشمل مناطق اخرى من صنعاء وتلقي البلاد في متاهة يتعذر الخروج منها. شرارة التوتر الحالي انطلقت بعد يوم من انسحاب الرئيس علي عبد الله صالح وللمرة الثالثة من مبادرة صيغت بوساطة دول الخليج للخروج من الازمة، لكنها لم تؤتي كلها، وباتت اطراف داخلية وخارجية تخشى من انزلاق اليمن وسقوطه في اتون حرب اهلية. ان علي عبد الله وعلي مسيلمة الكذاب يريد جر البلد الى حرب، والحرب هذه بعيدة عنا، وان شاء الله انها تكون بعيدة عنا. وانعكس هذا التخوف في تحذيرات اطلقها فرانك ميرمي من مركز الابحاث الفرنسي بقوله ان رئيس صالح ربما اثار جولة القتال الاخيرة مع الاحمر في مسعى اخير منه للاحتفاظ بالسلطة واضعاف الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، ويرى انه اختار ما سماها استراتيجية الفوضى بعدما انتهى الى طريق مسدود اوجده هو بنفسه، وانه اما ان يكون قد قرر بدء حرب اهلية او انه يتطلع الى تدخل من قبل المملكة العربية السعودية بسبب علاقتها الحميمة مع اتحاد قبائل حاشد فتقدم مبادرة خليجية جديدة يستفيد منها. وايا كان الهدف فالوضع الحالي بات مصدر قلق لهيئات دولية. يشعر الامين العام بالقلق ازاء الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين قوات الامن الحكومية وبين رجال قبائل المسلحين في وسط العاصمة صنعاء وخلفت قتلى وجرحى. هي صورة قاتمة للوضع في اليمن الذي لم يعرف الهدوء منذ انطلاق الاحتجاجات في شهر كانون الثاني يناير الماضي واصرار شباب الثورة على رحيل صالح وانهاء استفراده بالسلطة على مدى 33 عاما. لكن صالح يعول على موالين له وخاصة داخل المؤسسة العسكرية وقبائل تدين له بالولاء، وعلى الرغم من اعمال العنف الاخيرة يبدو انه يريد تهميش حركة الاحتجاجات السلمية، لان الوقائع تشير الى عدم وجود خيارات كثيرة امامه.